من ملك الملوك شرقا وغربا القان الاعظم باسمك اللهم باسط الارض ورافع السماء يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا الى هذا الاقليم يتنعمون بانعامه ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك يعلم الملك المظفر قطز وسائر امراء دولته واهل مملكته بالديار المصريه وما حولها من الاعمال اننا نحن جند الله في ارضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غضبه فلكم بجميع البلاد معتبر وعن عزمنا مزدجر فاتعظوا بغيركم واسلموا لنا امركم قبل ان ينكشفوا الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطا فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن اشتكى وقد سمعتم اننا قد فتحنا البلاد وطهرنا الارض من الفساد وقتلنا معظم العباد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فاي ارض تاويكم واي ارض تنجيكم واي بلاد تحميكم فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص فخيولنا صوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال فالحصون لدينا لا تمنع والعساكر لقتالنا لا تنفع ودعاءكم علينا لا يسمع فإنكم أكلتم الحرام ولا تعفون عن الكلام وخنتم العهود والإيمان وفشى فيكم العقوق والعصيان فأبشروا بالمذلة والهوان فمن طلب حربنا ندم ومن قصد أماننا سلم فإن أنتم لشرطنا وأمرنا أطعتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن خالفتم هلكتم فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم فقد حذر من أنذر وقد ثبت عندكم ان نحن الكفره وقد ثبت عندنا انكم الفجره وقد سلطنا عليكم من له الامور المقدره والاحكام المدبره فكثيركم عندنا قليل وعزيزكم عندنا ذليل وبغير الاهنه لملوككم عندنا سبيل فلا تطيلوا الخطاب واسرعوا برد الجواب قبل أن تضمر الحرب نارها وترمي نحوكم شرارها فلا تجدون منا جاها ولا عزا ولا كفاية ولا حرزا وتدهون منا بأعظم داهية وتصبح بلادكم منكم خالية فقد أنصفنا إذا راسلناكم وإيقظناكم إذ حذرناكم فما بقى لنا مقصد سواكم والسلام علينا وعليكم وعلى من أطاع الهدى وخشع عاقبة الردى وطاع الملك الأعلى انا عن نفسي خفت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم محمد غلاب اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن غزو المغول ل لي... ايام بقى جنكيز خان لما غزا مغنغوليا ومملكه خوارزم وكلمنا بعد كده في عهد أقطاي وحمله كبيره جدا من ناحيه اوروبا ودمرت جزء كبير جدا من اوروبا منها المجر وبولندا والصربيا ورومانيا و... بس هنا قبل ما نيجي نتكلم بقى على اللي هيحصل بعد كده ان نتكلم عن التشكيله السياسيه بتاعت المغول لان هي دي اللي هتشكل الاحداث في العالم كله بعدها الاول المغول زي ما اتكلمنا اخر حلقه بجنكيز خان قبل ما يموت ان هو قسم مملكته على اولاده الاربعه ان كل واحد هياخد جزء هو وأولاده ويحكمها وبعد كده كلهم تبعيتهم للخان الاعظم فكان جوتشي لي كان جزئيه شمال بحر قزوين ومنطقه اوروبا ودي اللي احنا كنا اتكلمنا فيها الحمله بتاعه اوروبا كان بقياده باتو خان اللي هو قائد القبيله الذهبيه باتو خان بيموت وابنه بعد كده بيجي وبعد كده ابنه بيموت وبيجي بركه خان الشخصيه الاكبر اللي احنا هنتكلم عليها الفتره الجايه لان بركه خان هو اول القائد مغولي يسلم وده عمل تغيير في الايديولوجيات الفكريه بتاعت المغول اول حاجه لان بركه خان بعد بتبعيته للخليفه العباسي وقتها بالاضافه طبعا ان اقطاي خان لما مات اساسا كان منكو خان هو اللي بيوصف بعد بعده كخان اعظم وده كان بدعم كبير جدا من القبيله الذهبيه بقياده باتو خان وبعد كده بركه خان فبالتالي ان هو كان القبيله الذهبيه بتمثل حاجه كبيره جدا جدا في المغول ولكن من الناحيه الثانيه كان هولاكو وقدر هولاكو يقنع منكو خان ان هو يعمل حمله كبيره جدا على منطقه الشرق الاوسط كما اللي حصلت في اوروبا وبتكسر الحمله دي في حق مقدار حوالي 100 ل 120 الف جندي بيتجهوا ناحيه بلاد فارس وكان هدفهم الاساسي تدمير جماعه الحشاشين وست... يعني السيطره التامه بقى على منطقه بلاد فارس والمناطق اللي كانوا مسيطروش عليها بشكل كامل ولكن كان في هدف اساسي تاني لهولاكو بالفعل هولاكو بيقدر يطلع يدمر جماعه الحشاشين وقلعه الموت اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقه الحشاشين اللي هتلاقوها في الرابط اللي فوق ويتفرجوا عليه عشان تعرفوا قد ايه جماعه الحشاشين دي كانت مرعبه في التاريخ كله وهم الوحيدين اللي قدروا عليهم، بعد كده هولاكو بيستمروا في حملته ويتجه ناحيه بغداد عاصمه الخلافه العباسيه. طبعا الامر ده بالنسبه للمسلمين يعني ما كانش حد متخيل ان هو ممكن يحصل، ما فيش حد هاجم الخلافه العباسيه كان كل الموضوع مناوشات مش اكتر وان الخليفه بيتشال ويتحط مكانه، لكن حد يهاجم مقر الخلافه العباسيه نفسه ما حصلتش قبل كده ولما بيتحرك ناحيه بغداد بالفعل الخليفه العباسي بيبعت مفاوضات ليه هلاكو ان هو استبعادا للحرب وان انا خليفه المسلمين يا ابني انت جاي تهرج ولا ايه ولكن هولاكو بيرفض المفاوضات تماما وبالتالي بتبتدي ان هيكون في حرب وبالفعل طلائع المغول بتوصل عند اسوار بغداد فهنا فرسان والجيش اللي موجود مرابط في بغداد بيتحرك وبيجي على مقدمه جيش المغول ويدمرها تماما والضعف الاستطلاعات بتاعت الجيش العباسي بيتخيلوا ان هو ده جيش المغولي فاحنا خلاص انتصرنا بقى نفرح بالانتصار ويعني نعمل وليمه بقى والكلام ده ولكن عملوا اكبر غلط ان هم هيعملوا الاحتفال بره اسوار بغداد وكان وراهم الفرات فبالتالي تاني يوم الصبح صحوا لقوا ان الجيش المغولي محاصرهم ويعني اللي ما ماتش بايد المغول مات غرقا في الفرات وبعدين هناك حاصر بغداد وعمل سور خشبي حوالين المجانيق بتاعته عشان يحميها من اي ضرب وفضل محاصر المدينة فترة طويلة ما لغاية ما المدينة شبه سلمت ودخلها وهنا بيقوم باكبر فعلة مدمرة في تاريخ المسلمين ونهاية العصر الذهبي الاسلامي ان هو بيدمر بغداد بالكامل ويقتل كل سكانها ما عدا الطائفه المسيحيه لان زوجه هولاكو كانت مسيحيه ففادتهم. وقتل الخليفه العباسي وهنا لاول مره المسلمين من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد وفاته من غير خليفه ودي كانت يعني المسلمين وقتها تخيلوا ان هو ده حتى كون الناس كلها ده نهايه الكون ودول ياجوج وماجوج وهي دي احداث النهايه بقى. فبالتالي ان هو خلاص الناس مش مستوعبه اللي حصل الناس بقت في امر عظيم وهنا ان سقوط الخلافه العباسيه وسقوط بغداد هز العالم كله مش هز بس المسلمين لا ده هز العالم كله ده غز المغول نفسهم لان هنا بيحصل اول شقاق في صفوف المغول وبركة خان بركة خان اللي صار جدا لان اساسا بغداد المفروض ما كانش يتم الهجوم عليها ولا يتم قتل كل سكانها ولا يتم خل... قتل الخليفة العباسي اللي بركة خان اساسا تابع ليه فبالتالي بدا الشقاق يبان ولكن هناك استمر ولا كان في حاجه حصلت وبعد ما قتل من 800 الف شخص ل 2 مليون بني ادم كانوا موجودين في بغداد اتجه الى حلب وعمل فيها نفس اللي حصل في بغداد فهنا مدن الشام بدات تسلم وبقايا الدوله الاوروبيه بداوا يسلموا وهنا يبعت الرساله الى سلطان المماليك اللي هو في الوقت ده قطز اللي انتم شفتوها في الاول هنعرف بقى ايه اللي هيحصل بقى طبعا كلنا عارفين موقعة عين جالوت ولكن في حاجات كتيرة هنتكلم عليها هل كان انتصار المماليك كان فعلا انتصار حاسم هل جيش هولاكوك فعلا اتدمر ولا ايه اللي حصل هنتكلم بقى في الديتيلز وهنتكلم عن اكبر ضربه حصلت للمغول في تاريخهم في الوقت ده وهو ده سبب انهيار امبراطوريه المغول بعد كده ياريت بقى عشان تشوف الفيديوهات الجايه تعمل لايك للفيديو دلوقتي وسبسكرايب للقناه ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله سلام عليكم